ذات الرداء الأحمر، حكاية من التراث الفرنسي. كان يا مكان في قديم الزمان، كانت هناك فتاة صغيرة جميلة. اعتادت هذه الفتاة ارتداء رداء أحمر اللون. كان عليها أن تحمل الطعام إلى جدتها التي كانت تعيش في الغابة. مرحبا بكم. أهلا أهلا بك. آسفة، لا أستطيع أن ألعب الآن، يجب أن أذهب. إلى اللقاء إلى اللقاء. لا العبي أنا أرجوك. فكرت الفتاة أن تلبي للحيوانات رغبتها باللعب، ولكنها تذكرت وصية أمها. انتبهي يا ابنتي، إياك أن تلعبي في الغابة، جدتك بانتظارك، انتبهي جيدا. لا يمكنني أن ألعب معكم الآن، سنلعب عند عودتي. الثعلب قادم، الثعلب قادم، الثعلب قادم، اهربوا اهربوا. يا لها من فتاة جميلة، تبدو شهية. مرحبا بك. لم تكن الفتاة تعلم بخطورة الثعلب، فقد كانت تعتقد بأن جميع الحيوانات أصدقاؤها. رائحة طيبة، ماذا في السلة؟ أخبريني. كعك وعصير لجدتي، إنها تنتظرني. نعم. لذيذ لذيذ. فكر الثعلب، الكعك والعصير لذيذان، ولكن الفتاة ألذ، لذلك قرر الثعلب أن يأكل الفتاة والجدة أيضا. جدتي في انتظاري، سأذهب الآن. إلى اللقاء إلى اللقاء. ماذا سأفعل الآن؟ فكرة. انتظري انتظري لحظة، انتظري يا بنيتي. احذري احذري. ما رأيك بأن نقطف الزهور سويا في الغابة؟ إنها زهور جميلة. نعم. آسفة، ليس لدي وقت. آسفة. لا يا عزيزتي، لا يزال الوقت مبكرا. نعم. ولكن جدتي في انتظاري. يا عزيزتي، هناك ورود جميلة وأزهار. حقا؟ كلا، لا تفعلي. ابتعد من هنا. خذ. أي 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 أي. هيا 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 تعالي. حاول الثعلب أن يغري الفتاة بقطف بعض الأزهار. ما الذي يدبره يا ترى؟ تفضلي. شكرا. أرأيتي؟ هذه الزهور طيبة الرائحة، سوف تفرح بها جدتك. ولكن أخبريني، أين تسكن يا ترى؟ هناك. كانت خطة الثعلب أن يصل إلى منزل الجدة، وعندما عرف بمكانها أخذ يجري مسرعا. لكن الفتاة لم تكن تعلم بخطة الثعلب، فأخذت تقطف الأزهار ثانية. يا إلهي. من هناك؟ أنا ليلي. نعم. ادخلي يا ليلي، هيا يا ابنتي العزيزة، فأنا مريضة ولا أقدر على النهوض. كيف حالك يا جدتي؟ حاولت النهوض فلم أستطع، ولكن صحتي يا ابنتي متعبة جدا. على كل حال أنا سعيدة بقدومك. عسلا، وجبة شهية.
علي أن أستعد للوجبة القادمة. ها؟ حقا لست بشعا لهذه الدرجة. لا تذهبي، ابقي هنا. لقد تأخرت، سأذهب حالا. كلا، أرجوك تعالي أرجوك. حاول الطائر تحذير الفتاة، لكنها كانت على عجلة من أمرها فلم تستمع إليه. مسكينة ليلي، لا تدري ماذا يخبئ لها القدر. ترى هل سيتمكن منها الثعلب؟ وهكذا عاد الطائر يطلب النجدة من بقية الحيوانات. النجدة، الفتاة في خطر. النجدة، الفتاة في خطر. النجدة، الفتاة في خطر. هيا هيا بنا النجدة، هيا 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 بسرعة، هيا هيا. وهكذا تجمعت الحيوانات مستجيبة لنداء الطائر. الآن كل شيء معد. مرحبا يا جدتي. ادخلي يا ليلي، ادخلي. ماذا بك يا جدتي؟ هل أنت مريضة؟ كلا. صوتك غريب. أرجوك لا تلمسي مكان الألم. جسمي يوجعني. جدتي، لماذا أذناك الطويلتان؟ كي أسمعك جيدا يا صغيرتي. وفمك كبير جدا. فمي كبير كي أقولك به. جدتي، أين جدتي؟ جدتك هنا في بطني. أكل الثعلب الفتاة وانتهى الأمر. أريد أن أنام. سمع الصياد صوت الشخير فاعتقد بأن هذا هو صوت الجدة تتألم، فدخل يهدئ من ألمها. ولكن بدلا من الجدة وجد الصياد الثعلب الذي كان يبحث عنه. سوف أقتلك. لماذا لا تريدوني أن أقتلها؟ أخبروني، ما الأمر؟ ما الذي يجري؟ تريدون أن تقولوا بأن ليلي في بطن الثعلب؟ فكر الصياد ثم أخرج سكينة. شكرا لكم جميعا يا أعزائي. وهكذا تم إنقاذ الفتاة والجدة، وصممت الفتاة بعد ذلك أن لا تحيد أبدا عن طريق الغابة وأن تستمع إلى كلام أمها. يا
يا لحم التعب. أما الثعلب فمن يومها لم يعد قادرا على التهام أحد.